Section 1.3 Applications to Constructions تطبيقات على الرسم الهندسي باستخدام الفرجار والمسطرة. أول مسألة نقول to bisect an angle. افرض أنه في عندنا angle A زي ما هي موجودة هنا ونريد أن ننصف هذه الزاوية. طبعا في الكمبيوتر باستخدام جيوجبرا ممكن نصفها بسهولة، لكن هنا نريد أن ننصفها بالطريقة اليدوية حسب ما هو مذكور في الكتاب. فالفكرة أنه نفتح الفرجار فتحة معينة ونضع رأس الفرجار عند النقطة A، ثم نرسم هذا القوس فيقطع خطوط الزاوية، الخط هذا الخط في نقطتين، النقطة اللي تحت نسميها B والنقطة اللي فوق نسميها C. طبعا لاحظوا أنه AC بتساوي AB من فتحة الفرجار. الآن بالنسبة لكيفية رسم البايسيكتور، نضع الفرجار هنا عند فتحة مناسبة، نفس الفتحة مثلا، ونرسم قوس ونضع عند B ونرسم قوس آخر، نضع رأس الفرجار عند C ونرسم هذا القوس، ثم نضع رأس الفرجار عند النقطة B ونرسم القوس الآخر فيتقاطعان في النقطة دي. الآن البايسيكتور هو الخط الذي يمر بالنقطة A و D، نرسم هذا الخط المتقطع، نرسم هذا الخط المتقطع فبيكون هو البايسيكتور. وإثباته بسيط جدا، الإثبات كالتالي: البرهان ننظر إلى المثلث ACD والمثلث ABD، في هذين المثلثين الضلع AC في المثلث الأول يساوي ضلع AB، وأيضا CD يساوي DB، والضلع الثالث مشترك بينهما في المثلثان ACD و ABD متطابقان. وينتج عن ذلك أن الزاوية اللي هو CAD تساوي الزاوية BAD وهو المطلوب، فهذا يسمى بايسيكتور. في المسألة الثانية، في عندي أنجل A وفي عندي ري بي سي، المطلوب أن أصنع زاوية أو أرسم زاوية دي بي سي بحيث تكون هذه الزاوية متطابقة مع الزاوية A أو مساوية لها. فالفكرة أنه أفتح الفرجار مسافة معينة ثم أضع رأسه عند النقطة A ثم أرسم قوس، فهذا القوس يقطع الخطوط الزاوية في نقطتين Q و B. الآن نفس فتحة الفرجار، نضع رأس الفرجار عند B ونرسم قوس فيقطع line segment أو الري في نقطة C، ثم نضع رأس الفرجار عند النقطة C ونرسم قوس فيقطع القوس الأول في نقطة معينة. هذه النقطة هي التي نسميها D، نصل النقاط PQ والنقاط DC، بصير عندي مثلثان، هذان المثلثان متطابقان. لماذا؟ لأنه الـ AQ بتساوي BD و AB بتساوي BC و PQ بتساوي CD، فباستخدام النظرية SSS هذان المثلثان متطابقان، فبيكون عند الزاوية A تساوي الزاوية B اللي هي DBC. ننتقل إلى مسألة أخرى. مسألة تقول عندي لاين L ونقطة P، فبدنا نرسم من النقطة P خط عمود على اللاين L، فنضع رأس الفرجار عند النقطة P ونرسم قوس بحيث يقطع هذا القوس الخط اللاين L في نقطتين اللي هي A و B، بنعلم النقطتين هذول A و B. نرسم من A، نضع رأس الفرجار عند النقطة A ونرسم قوس، ثم نضع رأس الفرجار عند B ونرسم قوس آخر فتقاطعان في نقطة Q، نصل الخطوط AQ و BQ و PA و PB، فبصير في عندي مثلثان، المثلث الأول PAQ والمثلث الثاني PBQ. هذان المثلثان متطابقان
بشكل واضح باستخدام نظرية اس اس اس، فبكون عندي النقطة هذه لو سميناها سي مثلا، فبكون عندي المثلث الصغير هذا يتطابق مع المثلث الصغير الآخر، لأنه أول حاجة الزاوية هذه بتساوي الزاوية هذه من تطابق المثلثين الكبار، بعدين هذا خط مشترك، بعدين بي بي بتساوي بي اي، فالمثلثان الصغيران هذان متطابقان، وينتج من التطابق إنه الزاوية هذه بتساوي الزاوية هذه، لكن معروف إنه مجموع الزاويتين 180، فمن التساوي ينتج إن كل زاوية منهما تساوي 90 درجة، فبكون عندي بي كيو عمود على الخط ال. المسألة الأخيرة بقول given a line segment A B, find a line that intersects A B at the midpoint في منتصف الخط يعني A B and that is perpendicular to it وعمودي عليه. فهذا اللاين طبعا لو احنا لما نعمله هذا اللاين اسمه perpendicular bisector of AB. اذا عندي هان اللاين هذا AB هي موجود هان، هي نفس طريقة عمل المسألة السابقة، فعندي الخط AB نقطعه في نعتبره هو اللاين L، نقطعه في نقطتين AB بقوس واحد هان، ثم من النقطة A نضع رأس الفرجار عند A نرسم قوس، ثم نضع رأس الفرجار عند B ونرسم قوس، تقاطع القوسان في نقطة Q، نوصل لخطوط فبصير عندنا المثلثين هدول. فالآن بالنسبة لبرهان برهنا قبل ذلك إنه المثلثين هدول الكبار PAQ وPBQ متطابقان، زنهان نقطة التقاطع بي كيو مع اي بي نسميها سي، فبصير في عندي مثلثين بي سي اي وبي سي بي، هذان المثلثان متطابقان لانه بينهما هذا الضلع مشترك، والضلع هذا بيساوي الضلع هذا، والزاوية اللي هو الخط بي كيو ينصف الزاوية بي الى زاويتين متساويتين، فبنطبق المثلث بي اي سي على بي بي سي، وينتج من التطابق إنه هذه الزاوية بتساوي هذه الزاوية، مجموع هاتين الزاويتين بيساوي 180 وهما متساويتان، فإذا كل زاوية منهما تساوي 90 درجة، فبصير عندي اللي هو البي كيو عمودي على اي بي، هاي واحدة. الآن النقطة هذه سي بتكون منتصف اي بي بسبب تطابق المثلثين بي اي سي وبي بي سي. هكذا انتهينا من هذا السكشن.
وإلى اللقاء.